أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم عددا من مواد مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، كما أقرت مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية. ويهدف مشروع قانون النزاهة بحسب رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية. ولفت العودات إلى أن مشروع القانون جاء كخلف قانوني لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم. أما مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمة الشرعية فيهدف إلى استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام المحاكم الشرعية على درجتين ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه المحاكم، بالإضافة إلى تحديد اختصاص النيابة العامة الشرعية وتنظيم عملها.